وللمزيد من التفاصيل معانا على التليفون دكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور محمود، صباح الفل على حضرتك واهلا بيك في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل دكتور كريم، اهلا بيكم. اهلا بحضرتك. صباح النصر والله يا دكتور، ومبروك علينا. الف مبروك. طبعا الانتصار كان مهم جدا جدا، فكينا يعني العقده اللي ما جت لازمه. لا ولا في عقده ولا حاجه، احنا اللي كبرنا الموضوع. ما تحطش في بالك يا دكتور، ما تشيلش في بالك. ما كانش ليها لازمه خالص، بس الحمد لله يعني كان زي ما بنقول فكيناها بالثلاثه. كنا بنقول من شويه ما معناه ان طبعا دايما اللقاءات اللي بتجمع ما بين النادي الاهلي وبيراميدز دايما لقاءات ليها حساسيتها وليها خصوصيتها الشديده. على كل الاحوال ادينا اطمنا امبارح على النادي الاهلي، عايزين بقى حضرتك تطمنا النهارده على الجو الفتره اللي جايه ان شاء الله، هل ستشهد المزيد من الارتفاع ولا الانخفاض في درجات الحراره؟ لا بالفعل خلال 72 ساعة اللي جايين هنشهد انخفاضات مرة أخرى في درجات الحرارة وعودة إلى فصل الشتاء مرة أخرى. درجات الحرارة خلال فترات النهار هتتراوح ما بين 20 إلى 18 درجة، انخفاضات تدريجية خلال الأيام اللي جاية الثلاث أيام اللي جايين. بالإضافة إلى انخفاضات ملحوظة في درجة الحرارة الصغرى اللي ممكن تصل إلى 9 درجات مئوية على القاهرة والنجم البحري، أو أقل كمان تصل إلى 8 درجات. فبالفعل الطقس هيكون شديد البروده في ساعات الليل خاصه الساعات المتاخره والساعات الصباح. ارتداء الملابس هي ثقيله، هنرجع لها شويه. الانخفاضات رغم ان احنا بنقول انخفاضات في درجات الحراره من 3 الى 5 درجات مئويه، الا ان برضه من الناس اللي بتخاف من انخفاض درجه الحراره انه مش هيرجع لايام يناير. طبعا اللي كانت الانخفاضات فيها بشكل كبير. طبعا بالاضافه طبعا لانخفاض الرياح على بعض المناطق، ممكن نلاقي اثاره لتمارس الاسئله في المدن الجديده والاماكن المكثفه من الوجه البحري، القاهره، شمال الصعيد، مناطق المنسيه، مع استمرار فرص سقوط الامطار على السواحل الشماليه وشمال الوجه البحري من خفيفه الى متوسطه، وممكن تمتد المناطق من جنوب الوجه البحري للقاهره الكبرى فرص امطار خفيفه فقط غير متاثره على كافه. تمام، لكن نقدر نقول يا دكتور محمود امتى بقى هي البدايه الفعليه للاجواء الحاره بقى اللي مش هتشهد غير المزيد والمزيد من الارتفاعات؟ يعني احنا الفتره اللي فاتت واضح ان خلال الاسبوع اللي جاي طبقا لكلام حضرتك الدنيا هتروح وتيجي انخفاض وبعد كده الدنيا ترجع تظبط، لكن البدايه الفعليه بقى للاجواء الحاره المعهوده هتبقى من امتى ان شاء الله؟ هو ان شاء الله مع بدايه شهر الربيع نبدا 21 مارس نبدا ترتفع درجه الحراره شويه. نخش طبعا لما نخش شويه ثلاث شهور يعتبر فصل الربيع ثلاث شهور ترتفع فيه درجات الحراره في موجات خمسينيه بترتفع فيها درجات الحراره في ساعات ملحوظه. فطبعا احنا بنقول مع بدايه فصل الربيع بتبدا الانخفاضات في درجات الحراره تنتهي وتبدا بقى الارتفاعات على فترات كده مع موجات الحر اللي بتشوفها الفصل ده. طيب يعني هنقول ايه؟ شيء لابد منه. احنا بنشكرك جدا جدا دكتور محمود، بس ما اعرفش انا يعني عندي سؤال اخير هختم مع حضرتك بيه لو عندك معلومه، يعني احنا يوم السبت عندنا ماتش فنقدر نتعرف من حضرتك على كده الوضع في جنوب افريقيا، نطلع دولي شويه لو ينفع يعني. متابعين طبعا التنبؤات مع النادي الاهلي في الدول المختلفه اللي بيروحها، وبالفعل درجه الحراره العظمى في جنوب افريقيا هتكون 26 درجه مئويه، ودرجه الحراره الصغرى تتراوح ما بين 19 و20. مفيش نشاط رياح، ولكن هناك فرص امطار خفيفه وقت ظهيره في هناك جنوب افريقيا غير مؤثره ان شاء الله. كويس جدا، 26 يعتبر جيد يعني اعتقد جيد. يعتبر جيد كويس، طبعا هي ارتفاعات نسب الرطوبه في المناطق فيها عشان تقريبا من المحيط يبقى طبعا هو اللي ممكن يكون مؤثر شويه. تمام، بشكرك جدا يا دكتور محمود، شكرا جزيلا.